نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات ريتا أسعد السكفوري والمخرج سيموم صور. العناوين: وسعتهم أوقاتا استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان بالتوربيد، إيران قلقة وردود فعل دولية مستنكرة. لجنة المال ألغت الرسوم على الفنادق، ونواب اللقاء الديمقراطي اقترحوا زيادة الضرائب على التبغ. بعد الاعتداء على ناشط بيئي في سد بسري، رئيس الكتائب يحذر: انتقلنا من دولة بوليسية إلى استخدام المرتزقة. شهيب يفتح ملف محاسبة المدارس الخاصة غير الشرعية. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. وأحياتك بلا لف ودوران، لتضل جيبتك مليانة حمل من عروضاتنا الحرزانة. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجاج بس ب6450 ليرة. بعدما عمم لقاء بعبدة التهدئة، عاد الجميع إلى قواعده سالما لتنصب الجهود على إعادة تفعيل وتنشيط العمل الحكومي. والمرتقب في هذا السياق أن تتكثف جلسات الحكومة، بحيث يشهد الأسبوع المقبل انعقاد جلستين لمجلس الوزراء لتحريك المشاريع وفي مقدمها التعيينات الإدارية والأمنية. عدوى مناخات التبريد حكومياً لا يبدو أنها ستنتقل إلى أروقة مناقشات الموازنة في ساحة النجمي، والتي تحولت إلى ساحة مبارزة بين الكتل المنضوية في الحكومة للتنصل من البنود الضريبية، وهو ما دفع رئيس الكتائب النائب سامي الجميل إلى التغريد مستغرباً تقييم الإجراءات الضريبية من دون دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. إقليميا، وبينما كانت الأنظار مشدودة إلى وساطة رئيس الوزراء الياباني في طهران لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، عاد منسوب السخونة إلى الارتفاع بشكل كبير بعد هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، وهو الهجوم الثاني من نوعه بعد هجوم ميناء الفجيرة في 13 من أيار الماضي. ومن هذا الملف نبدأ النشرة، فما الذي حصل؟ رسائل في أكثر من اتجاه شهدها بحر عمان صباح اليوم. ففي حين كان رئيس الوزراء الياباني يقوم بزيارة وساطة لإيران لتخفيف حدة التوتر بينها وبين واشنطن، وفيما كان يلتقي المرشد الإيراني علي خامنئي، تعرضت ناقلتا نفط لاعتداء في بحر عمان في حادث هو الثاني من نوعه منذ 13 من أيار الماضي، ما تسبب بإصابتهما بأضرار كبيرة. واللافت أن إحدى ناقلتين كانت متجهة إلى اليابان. وأوردت وكالة رويترز أن توربيداً أصاب ناقلة النفط فرونت ألتر التي ترفع علم جزر المارشال ومملوكة من شركة فرونت لاين النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة في الإمارات، وكانت متوجهة من الإمارات إلى تايوان. أما الناقلة الثانية فاسمها كوكوكا كوريجوس، فكانت في طريقها من السعودية إلى سنغافورة رفيعة علم بنما ومحملة بمادة الميثانول. وتم إجلاء طاقمي ناقلتين في وقت نقلت وكالة الجمهورية الإيرانية عن مصدر مطلع أن فرق بحث وإنقاذ إيرانية انتشلت 44 بحرا.
وبعد الحادثة رفعت الكويت حالة الاستعداد القصوى في وقت أعربت الخارجية الإيرانية عن قلقها الشديد جراء الحادثة، وصفة إياها بأنها عمل مريب في توقيت حساس، وجددت تأكيدها ضرورة اعتماد التعاون والحوار بين دول المنطقة لحفظ أمنها واستقرارها. وفور الإعلان عن استهداف ناقلات نفط، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4.5% ليصل سعر البرميل إلى 61 دولاراً. يذكر أنه قبل شهر تم استهداف 4 ناقلات نفط في ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وقد وجهت الإمارات العربية المتحدة والنرويج أصابع الاتهام وقتها إلى إيران بالتورط في الهجوم. الكاتب والباحث السياسي الدكتور مكرم رباح تحدث لإذاعتنا